طبعا حضرت معانا الموضوع كده كتير في الكتاب مش شايف في وقت بس شايف ماشيين مع بعض. طيب عندنا 3 تيرمينولوجيز كان سبورت 5 ويكس ديسيجن ريتش كوستنس ريتش 34 ويكس بيرث ويت 620 كلينيكال كورس واز كومبليكيتد باي ديفلوبينج ستيج 3 لافتر ريكفرد فروم نيك هيلينج ريكوايرد لينير ريسكشن وذ ديستوري. طيب لغايه دلوقتي المشكله هيمودايناميك ما لهاش علاقه يعني بالهيستوري لكن هو جه من الاو ار بوست اوبر ديت انيوريا يعني هو راح الاو ار فور ريسكشن بيكوز اوف ايريال ليجنز اوف ديزيز بوست نيك جه من الاو ار وذ انيوريا. طبعا اللي شاف من الاو ار الاكسيس اخيرا شاف ان هو طيب هي بتحاول تقول لنا كمان هو في صوص يعني ده رايك هو كل ده مجهول كان واقف فهيبتوا لكم هنا ديوريتكس والبسنت المستقبل ديوريتكس والوزارة حكومن كان دي كونسلت ده اوبشن يعني ودي كونسلت ده سو ده الفرونجيت وز انفولد ان بي كونسلت تو ستارت بيزكس بس كلويد يا اودي كونسلت ده از ان اوبشن تو امبروف ذا ليرن اوتبوت از ان يوريك يعني عاده بنعمل كده كلويد ودخل معاه ممكن او اجيب فلويدز طب كويس هذا حل معقول لكن في عندي حل احسن من كده او يعني مور اوبجكتيف ان انا اي نيد مور ديتيلز تمام يعني الامور كده مش واضح يعني ده ستيل بلاد جاد 63 انا ادي بيزكس او ادي فلويدز سيلندريك محتاج مور ديتيلز. طيب خلينا نشوف مع الديتيلز اللي هيحصل. طبعا انا داخل هنا البلاد بريشر بقى دخله ده اللي هو الانتراكتيف سيميوليتر او الانتراكتيف ليكال ديجيتال سبورت سيستم انا هحاول اطلب من الدكاتره وطبعا هو في شيت اللي فتحه ممكن هنا افتحه لبعض للجروب هنا كفور فري ف يعني لو ان شاء الله الكوميديا هو اللي بيفتح فيه كل سنه ده كلينيكال ديجيتال سبورت سيستم بيختار حاجات معينه والسيستم بيجي له فيدباك عشان بيهلب عشان كده اسمه كلينيكال ديجيتال سبورت سيستم مش الانتليجنت. فبدخل الداتا وطبعا هو عشان الجروب بتدخل اللي كان موجود قبل كده فده كوريكت ريش 34 بس بدخل الكوريكت بوست بريشر البلاد بريشر كان 46 ده وقت ما جه من الاو ار 46 39 و 41 من بورتوان and then there's two more important questions. زي ما انت قلت نعمل بلاك جازز في لاكتيك اسيدوزز ولا لا هنا ما كانش في لاكتيك اسيدوزز وكان طبعا في انيوريا لازم اقول يس كل ده بيفرق في الديزيشن فكالكوليت هيجي لي فيدباك قال لي ان دلوقتي البولس بريشر از فيري نارو زي ما انت حضرتك تفضلت ولاحظت لكن كل حاجه نورمال عشان كده نزل كانوا نزل منهم وهم ابتدوا يستخدموا ليزكس والنيفرولوجيست يستخدموا ليزكس لكن هو كان فازو كونستركتيف في كونستركتيف سيشن ليه ايه السبب؟ فان انفنت واز فازو او الفوليوم ديبليشن ذا كومبنسيتوري ميكانيزم فور ذا بودي فازو كونستركتيف ده بيحصل مع ديهيدريشن لكن عشان كده في كتير من الديهيدريتد انفنت بيبقى اكسبنسيف بتنزل في الويت بتنزل then the spot volume will be less and the pulse pressure is dependent on the spot volume. طيب الكلام ده كده لغايه كده كويس بس مش كفايه لان معنى كده هل هدي
مريمون او بيتامين عشان تظبط السكر في سنك. لا ده مش هيصلح للموضوع. هنشوف ايه اللي هنعمل ايه تاني. مش محتاج اشوف الترينز، محتاج اشوف البلاد بريشر قبل ما يروح الجو. كان وضعه زي ما قلت لكم الترينز ده فيري امبورتنت. فاكرين هو قبل الجو كان اعتقد 55 و 42 اللي هو مفكر هنا وعلى 47. هتشوف المفاجأة اللي هتحصل دلوقتي. كالكوليت اللي هو كان اكسبت 56 مرة. سو كل حاجة كانت كويسة قبل الـOR. البلس برشا كان 14. حتى الـ 14 is not that great. الفكرة ان هو اكسبت ان هو كان compensating. كان فيه فيلم سبيس لوسز، كان فيه وسط لوسز، كان فيه مشكلة بتحصل بس اجريفيتد بالـOR. هو كان compensating وين لغاية راح الـOR والـNOR يعني باظت اكتر. طيب عايزين نعمل ايه؟ زي ده برضه الامور مش صح. عملنا الجيميك الفورتشن فيو. طيب ايه هو الفيديو في ناخد وقت على ده. فيديو ده فيري جود كويستشن. طبعا هو موجود في التيبل. التيبل هو بيفرق حسب اليوزج اللي هو الفيرست دي اوف لايف يعني ده مينيمم سبيد في البريتن physical أو اللي هو very acceptable like around 15. beyond the first day of life at least should be double digit. ما ينفعش بس 15 minimum increase value. فهو قاعد بنغلى على تيبل. شو قاعد تيبل لأنه بيفرق ال systolic وال diastolic. هو اسمه question مع increase infant mortality ولا لا؟ هو مزيد بس في percentile value. يعني في percentile في 90 percentile. percentile based على monitoring of the cohort. اتعملت على premature infants دي عملوها في كاليفورنيا سنة 1995. وعملوا اسيستنت 600 في الدي كان في ديديكيتد نيرس براكتيشنر بتعمل بلاد بريشر اسيستنت افري داي توايس لمده 90 يوم في تمرين. فعشان كده في سبون ستادي وعملوها تقريبا مرتين او ثلاث مرات كل مره وبياخدوا الافريج وعملوا عليها سنتايل فاليوز ودي اللي احنا بنستخدمها. لا لا موجود السنتايل فاليز. احنا بناخد السنتايل فاليز وخلاص يعني اوكي احنا ما رجعناش حتى نشوف حاجه معلومه كويسه يعني. انا ما اعرفش اتعملت ازاي يعني لسه عارفين حاجه. هي يعني دي اتعملت في كاليفورنيا وما ربش ودي اخذناها وعدلنا منها مع بعض التعديلات اللي هي السنتايل تيبلز. طيب عملنا ايكو طلعت فيها الانفورميشن دي. طبعا ما قدرتش اوريكم الفيديو للاسف لكن في انتي هارت. الهارت از بيلي انتي فاوريكم فيديو ازاي الهارت بيبقى شكله انتي انتي كونترا بس كونتراكتيليتي مش عارف ايه يعني. قول لي انتي هارت هارت ريت كان 135 ال في دي اي بحسب منها الكارديو هارت 4.5 نعرف ازاي ال في سي فلو عشان نحسب الهارت ريت باي الفي دي اي اللي هو التريس الدوبلر مالتبلاي باي ذا كروس سكشن اوف الايورتا. فبحسب منها الكاردك اوتبوت. فنفترض ان احنا عملنا في القصص دي طبعا في هنا فيديو هنا في معادله لو احنا ساعات بنعتمد على الانتي فارد عن طريق الشغل هنا كيفا فلو ده لما نستخدمه ما بنستخدمه ولا الفين كيفا لانه الفين از فيري فلكسبل وممكن انت لما بتقيس الدايمتر ما بتبقاش فيري اكيوريت يعني ده مش اكيوريت مثل خالص ان احنا نضربها او نستخدمها في استراليا وعملوا عليها ريسيرش ما اعتقدش حد بيستخدمها دلوقتي. السبب الكارديك اوتبوت طبعا مع النيرس والحاجات الجديده بتبقى مور ايكون يعني الايكون لو ما عندكش ايكو او نيرس فالايكون ممكن يفيدك تحسن منه السيستم فاسكولار ريزيستنس انا بحسبه بالايكو والنيرس والبلوش. هو صار كثير هو عمله في الديش بس يعني لو
مشكلته بتبقى في الارتيفاكت، يعني لو ايام البنتليتر على هذه لا لا هو في طبعا فيها لوكس يعني انا قررت اسال لكن هعرف ان هو الناس اللي بيستخدموه عملوا له فاليديشن لكن هو استخدمه لان عندي البدائل. طيب خلينا نشوف دلوقتي الانات والضغط، خلينا ننقل دلوقتي على الايكو زي ما الاسسمنت لغايه ما يحمل الانترنت يبقى ايه فريندلي اكتر معايا. طيب. طيب انا اسالكم سؤال دلوقتي، عندنا البيبي لايف والبدائل لايك سبايد لو مسكت البروف وحركت البروف فروم ستيريو تو اكتيفيتي نعمل سكاننج لبايا ايه الموست بوستيريور سبيكترال بار؟ And to the right of the left atom is right atrium. Well, by echo in heart cam chamber. Six. Yeah, two atrials, two outflow tracts. And the language of echo. Of course, the language of the medical school is four, but the language of echo is six. We have anterior to the atria is the left ventricle. And anterior to the left ventricle. To the right side is right ventricle. هما الفكرة إنه six chambers ما فيش واحد فيهم على same level of كلهم على level زكرة عشان كده الحرت complex three dimensional structure والإيكو طبعاً محتاج تريد كتير هو complex So left atrium, right atrium, left ventricle, right ventricle, left outflow tract, right outflow tract. Left right, left right, left right. Left right, left right, outflow tract. Now, look at the procedure. But now, show the patient in front, like mirror image, front of this. In the right. Left, 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 right ventricle. And then you have the great arms crossing each other. I heard on the... they are crossing. Should be crossing the normal. How much crossing do they do? TGE. So if they are parallel to each other, they are TGE. But they should be crossing each other. طيب. ازاي نشوف الكلام ده بالإيكو؟ في فور تشامبر فيو وفي باراسترنال لونج لونج اكسس وشورت اكسس. دول بيستخدموا في البوينت في الأوبر ساوند. كده كان في 6 وين ذا فول اسيسمنت اوف ماي إيكو. نستخدم طبعا البروف لازم يكون بير اريا لان هو الهارت بير اريا بالهارت لان هو الهارت كفر بارشلي بالهارت يو كانت سي ثرو ذا لانج لان اللانج ثرو فيس فيس يعني من الالتر ساوند نستخدم زي اريا بالهارت اللي هو وفي لو حركت البروف جاست بلو ذا لا تتكلم عن زي ما انتوا شايفين هنا الايورتا والبلمونري والسيد لاين وين هو البي دي لما بنفتحه ده سوبر ستيرنال فيو بشوف فيها الايورتا والفور بلمونري جونز تقول اوت توتال انومالس وبارشال انومالس بس في تال والسب كوستال فيو برضه بشوف فيها الانات في الكراشن ميتال بروتوكول بشوف اربع حاجات محددين لان هو الكلاش بروتوكول ستيل ميتس بروتوكول نيتو سكان ذا لانج هارت ادون اند بيلو ستيل ميتس ستيل ميتس ما في دو 5 سنس اوف ديتر كان يو سيرتن سينز سيرتن ديز نو ذا ديتيل وان نو انفكس كراش ان كوالا ستيبل مش مفيش وقت ان اعمل نص ساعه بروتوكول ميتنج الا لو طلع في حاجه في الانيشال ايكو اللي هي مشكله اساسيه تحتاج عامل في الايكو ساعتها بكلم مور اكسبرت بيرسون في الهيموداينامكس او الكارديولوجيست ويجي على طول. طيب الاربع حاجات دول اللي هم الفور كونتراكتيفيتي تامبونات انتي هارت وهارمو هايبرتنشن وكل واحده ليها سبب فخلينا نمشي الاول واحده واحده.
ازاي بشوف الايبك فور تشانل، بحط الايبكس على البروب على الايبكس اندكس 1 تو ذا ليفت سايد، واشوف الهارت بتحول هو اصلا 3 تشامبر لكن انا بشوف 2 دايمنشن، بشوف الاتريا ليفت ورايت فينتريكل زيرو رايت وانترايت فينتريكل سنتر. طيب ايه اللي بعلق عليه اللي المفروض بشوفه في الفايت شامبر فيو زي ما بنشوف هنا في النكست؟ اول حاجه على الكونتراكتيفيتي والبرفورمانس. طيب انتوا شايفين هنا لو حطيت كونتراكتنج ويل ولا لا؟ طيب هي انا ام كونفيوزنج يو لان هنا ذس تشايلد از بادي كارد ده 6 يوز اون ذا تشايلد. كونتراكتيفيتي از بيرفكت، كونتراكتيفيتي كويس بس هو برادي برادي اصلا فور ذا بيجنرز في الغالب بيتاثروا بالهارت في الهارت ريت فريكوينت. انا هوريكم تاني انفرت ستاك كارد يكون في الهارت بيرفورمانس از جود وهو بيبي بول كونتراكتيفيتي. فلما يكون برادي كارديا don't rush and comment because of the heart is slow. فدلوقتي هقلكوا ازاي نشوف نعلق على الكونتراكتيفيتي باي اي بولينج بالراحه وبالتدريج. طيب انا اتخيل ان في ضغط انسايد ذا كافيتي ده انجنري ضغط، والاحظ في تو وولز في الليفت فينتريكل في السبتم والفري وول. ابص على الوولز دي لو انا هتلخبط اغطي الرايت سايد واركز بس على الليفت سايد، فشوف الليفت وول او الفري وول اوف ذا ليفت فينتريكل از موفينج فوردز and away from that imaginary box. ولا لا مش بتحرك مش كده، فبيتحرك جوه ويتحرك لبره ذا سيم لايك ذا سيبتم سكويزنج. طبعا انا شايف ان في جزء من البلد بيطلع الانجكشن فراكشن اباوت 60 70%، ف 30 40% من البلد ستيل ان ذا فينت، عشان كده الفينت لسه مليان. نفس الحكايه للرايت فينتريكل، شايف الفري وول بيتحرك سكويزنج والابكس ميد باي ذا ليفت فينتريكل لان هي في الحمو هايبر تنشن والبي ميد باي ذا رايت فينتريكل. طيب شايفين التراكيز بالقلب بيتحرك تحت وفوق، ده بنسميه تابسي تراكيز بالانيولر لينز اكسكرشن اكسكرشن لينز يعني تو موفمنت اجينست ايتش اذر يعني بيتحرك بالشكل ده. التراكيز بالقلب لما بيتحرك مع حركه في الرايت فينتريكل معناها ان الرايت فينتريكل از كونتراكتد ويل، فالحركه دي كانت ريسد باي ان اقدر اقيسها بالام مود، واحط الام مود هنا واقيسها بيطلع لي ويفز. الويفز دي بقيس اللي هي الانجل والانجل دي بتطلع لي رقم، الرقم ده اراوند 1 سنتيمتر از بيرفكت، مور ذان 0.7 از اكسبتبل، ليس ذان 0.7 از نورمال، ليس ذان 0.5 از ديفينيت اور ريل ديسفانكشن. تمام في موقف يعني خلوها كده للبريتر مكتوب. طبعا في برضه سنتاع الفالي للترم والبريتر كونفيوزنج لكن انا بستخدم ده بستخدمه. ليس ذان 0.5 ترم البريتر از لو، ليس ذان 0.7 از بوردر لاين اور لو. طيب في ايه تاني؟ الرايت فينتريكل شو ترم ذا ليفت فينتريكل except the early postural transition. يعني لو شفت رايت فينتريكل كبير شويه first day of life وكده في الفاجر بالفيرج والرايت فينتريكل ميد الابكس ميد باي رايت فينتريكل ذاتس نورمال ترانزيشن شو نوت جيف برنامج فازو باريتو. يعني if someone begin doing echo and comment when that is pulmonary hypertension that's again the issue and might rush and give pulmonary fazo baryto and in fact might be in stable. I'm sure that you have seen that. دايما دايما احنا نعمل في اول يوم صحيح حتى لو دي ترو اند اي هير ستيل سام تايمز ار ترانزيشنز ليت بي ديلي اف يو سي سام ركز بالريفيرج اور ليت لايك ذات كان بس انت ممكن ستيبل نوت هاي اوكسجين يو دونت هاف تو سو دونت تريت ذس دون ايكو يعني شود بي كلينيكلي كورليتد. طيب شوف كده what you think about the contractivity here. وتيجي كاردي بس مش بتوصل كويس. صحيح بالضبط. طيب تمام كده يعني التريك النهاية هاتريك تيجي كاردي 174 لكن heart is just like is not contracting. My British feeling. دائما الناس بتركز على movement of the valves لكن ركز على الوول. مش شايفين الوول ما بتتحركش جوه. حرك كده لو سيبتم مش كلك بالظبط مش هارد سكويز هنا مايلد بريكارد ديفيوجنز مش موضوع سيجنيفيكانت لكن كونتراكتيفيتي از ريلي فور
يعني ممكن رايد فينكل لو قست التابس يطلع لك مثلا 0.617. والمسافة مش تقريبا هاف اند هاف الرايت والليفت صح؟ صحيح ايوه يعني اول مره يمكن كمان الرايت اكبر شويه لكن انا ما اعرفش ممكن يكون ده فيرست دي اوف لايف وده فعلا حقيقي فالريشو هنا مش هتهمني قوي لان ده ستيل بوسيبل خلاص. طب خلينا نشوف ده كده رايت ده سينا في حاجه ده this infant was actually crashed this very poor contractility يعني الحركة دي اعتقد not even effective لكن ال overall very poor contractility and اللي انتم شفتوه ده normal saline normal saline when you inject normal saline you see it as a bubble artifact فتشوفها very echogenic شغل بلبس حركة وده طريقة من الطرق اللي ممكن نستخدمها كان contrast اسمها normal saline contrast لو انا شايف اللاين كويس بتكلم من نفس الوقت تعمل تو سي سي وطبعا صغير بشوف البابلز اتاكد في اللاين لاين والاوتو بالنفس الوقت بالشمال سنتر لاين قريب من السوبريور ريفيرد كده فبشوف مع الانجكشن الجيت بيوصل لغايه طيب سنتر لاين لازم تحاول بس هو دي العرش جديد قوي خلينا نشوف النورمال كده شوف الفرق دخل جوه اكتر سكوير ده الحركه مره من الفيديو ده اللي هو هو هنا الحقيقه انه رايت فينتر كان فايليت دايجستد هي مور خالص سيبرشن كده صح؟ سيبرشن بيتحرك احنا مع رايت فهو ده برضه ده عنده برمائي فاتيشن ده ريدي برشن لايك حتى الايبكس مول غيرها طبعا ده يعني تو ذا داون فيري لو السنفر واز اولموست داين السنفر ريكوايرد جست برشن اند جيفن ايفن اف ان ذيس سيتويشن وات يو نيد تو دو اي نيد تو ران سيف ايفن اف ذا ديفرنت انفيوجنز هاد انف اي هاف تو جيت بولسز ذا سيم از اي دو ان ذا بي جست كومبريشن مايت بي نيدد ان ذيس سيتويشن So his entrance was really very good, critical. Recovered, but was very bad. So NPR, we now I should talk about the NPR, but we should talk about the NPR. But you think that, do you think that NPR? تمام ده فرصه هايبرت فيو لانه ده لانه هارت بيدي لك فرصه امبريشن فايبر انا اوريك هايبرت فيو على كده اوكي لانه لما هارت يكون انتي ده افتر فيلينج ذا هارت باك تو نورمال ده بيدي فرصه امبريشن فايبر عشان اتاكد ممكن اقيس السته برضه ليه مقاسات بيز سكور اقيس السته اللي هيجيب ذا نورمال واقيسه لكن حاجه ثانيه يعني هو بحطه برضه في الكلينيكال كونتكست ده ما فيش اسفل في اي بي ام ما فيش اكسبلينيشن وفي برضه ان الانفان فاشل طيب ايه السبب ليه ايه اعرف انا هقول لكم ايه وات ذا موست كومن كوز اوف امتي هارت هاي بولينيا ات از اكشوالي انديوسد باي هاي دوز فيتروبس فيزيشن انديوس هاي بولينيا فيزيشن احنا بنشتغل انتروبس على ام تي هارت اصلا سو ذس ان ذس انفانت واز 2014 هير ذات واز ذا لاست انفانت ان اور يونت ريسيفنج اللي هو الدوبامين اللي انا هقول لكم عليه دوبامين 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 اوف 15 اور 20 دوبامين اوف 15 and epinephrine of 1 which is really high dose. Epinephrine of 1 means like you have dopamine of 300 mics so because the epinephrine is 10 times potent compared to the other one. So 100 times, sorry. That's why when we start dopamine, we start 5 mics. We start with epinephrine start 0.05. So it's 100 times. So when you give one mic, it means 100, as you give dopamine of 100 mics. So it's a really horrible dose. So this the infant received much high dose, and the blood pressure is very low. And it was almost crashing. And we did that. So what's the first thing to do in this case?
اوقف الانتروز ودي فلوس انت لسين طالب صوتك طبعا كل الابلكيشن دي هي اللي عامله مشكله فاوقفها وفي وين طبعا هي هي في كونسيبت عند الناس انها بتخاف توقف الانتروز انا ما اعرفش الكونسيبت ده جديد ولا مش صارخ جديد نعم هي في بس لو نفهم الفسيولوجي من هاف لايف البارامكولوجي هاف لايف اوف كاتيكولا مينز از فيري شورت لايك مينز 2 مينز 3 مينز حتى لو انا وقفتها وفي مشكله ممكن ارجعها تاني بتفضل على السيرنج انفيوجن انا اوقفها واشوف لو الامور اتحسنت معنى كده ان انا كنت يعني رايد رومي دايركشن فهمت لو انا لقيت ان هو البلد بريشر ستيل لو وانا محتاجها ممكن ادخل ميديكيشن اللي هي اعتقد ان هي افضل مش هدخل في حاجه على ماشي هو سؤال خارج السكوب بس احنا الادرينالين النور قال اخرنا واحد صح ولا لا 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 ايفن وان از تو هاي طب الدوبامين في حاجه اسمها 3 مايك و5 مايك يعني وي ستارت الدوبامين وي فيرست وير نوت يوزنج الدوبامين هو اه من عارف ما فيش وي ار يوزنج نورادرينالين فور فازو دايليتور وي ار يوزنج دوبامين فور فازو كونستراكتور احيانا محتاج ميكس لو هو فيري كومبلكس كيس الليبينفرين لو هو ميكس ممكن تستخدمه او تحتاج ميكس من الدوبامين والنورادرينالين لكن الدوبامين از نوت ريدي ابلكيشن لو استخدمتها دوبامين حتى في الاقرب السنه اللي فاتت الدكتور ياسر قال حتى مش بيستخدم لو نفتكر سريع في الكونفرنس اللي فات ان هو الميديكيشن ذات انكريز ذا هارت او كورونري هارت اوكسجين ساتوريشن وورس اوف ذا هارت ده نشوف ان هو في البريك بوينت بس الدكتور دوبامين عندهم بيقول ان هو مش او كم وورس لما استخدم فيرس لما استخدموش ان تو سمون في طبعا ده الاصعب بين اوتر ديشن بدنا نستخدم حاجات كتير غير ذلك عندنا قدامنا ففي استخدام ميديكيشن هارش ونون سبيسيفيك و فيري لايك سو ميني سايد افكتس عندي بديل يعني النوربينفرين يا دكتور بالظبط ممكن ترى ايوه ولسه في بعض يمكن اليونتس لكن دلوقتي معظم الناس ترند انها تستخدم النوربينفرين في الفازو بريت اوف شوك والدوبيتامين في الفازو كونستراكتور او ابنفرين لو انا في ميكس regarding the stoppage بتاع ال supports يعني لو انا epinephrine سي على 1 ده برضو بستوب ولا بوين بس ان هي هاي دوز يعني على حسب العيان ما هي الفكره لو هو روم ميديكيشن وهو وانت عندك كومبليكيشنز ستوب ميديكيشن هي فكره الويننج لو الانفنت امبروفد ستيبل سو هي از جيتنج بنفيت فروم ميديكيشن سو اتس رايت ميديكيشن So I wean cautious with the medication. The weaning part of art. لي طريقة زي عمل weaning. إذا عمل weaning fast وإذا عمل weaning gradual. برضو لي طريقة ودي مكتوب في الارتكل تقريبا اللي أنا قلت لكم عليه. فالفكرة الweaning لو الانفنت محتاج هو مش زي الناس بتعتبر الانتروبس زي السينيس medication. إنه dependent وده convulsions وكلاسما. يعني مش هحصلك convulsions لو أفهم. فعادي توقف ونرجع ومحتاجينها. مش مشكلة لكن لو هو فعلا اما لو deteriorating عليه وستيل ما تحسنش عليه خلاص اوقف لو او هو كان لكن لو هو يعني he's improved stabilized so he's getting the benefit اوين medication gradual وش اوين over days like ليه يعني ممكن توين every 30 minutes 1 hour as to wait خلينا نشوف التوقع مروية لو كان ماشي كويس ما عرفش بتهز الواي فاي كده ما يكونكت بالشاحن بيبقى كده اخضر احيانا الارتداد بيبقى احسن في بعض الارتداد انا جربت كل الكلام ده بنك في الارتداد شغال كويس الدوبلر على الايوتا بتاع الدوبلر اوبشن دي بقى شايفين ده بحث بريس بيطلع لي رقم اسمه VDI فوليوم تايم انتجريشن
يطالع الغالي من الراس عن كل وممكن يبقى 6 ديجيتس في الاوردر كيس. بستخدم الرقم ده وهو بضربه في العصري بعدين باجي من الباراسيرمال لونج اكس دي بحسب الاوردر دايمتر ده حسابة السيرفس اريا. طيب مضروبة في 3.14 برقم ثابت بالظبط اللي هي البايت. فالفي دي اي في الهارت ريت في الكروس سكشن كده حسبنا الكارد اكاونت نعمله على الليفت سايد من الايوتا والرايت سايد من المدرسة نفس الكاري ده. طبعا الاوفر اول بقسمه على الويت عشان يطلع لي في الاخر بالكيجي بالمنات ام ال بالكيجي بالمنات نورمال 150 300 ML. طبعا بحطه في كلينيكال كونتكست لو اتش اي اي باكسبت لور لو انفنت ستيبل هو 120 ستيل اوكي يعني ولا جاما دي في جاست بيزد اون نمبر. ممكن طبعا تحسب الليفت والرايت الاثنين المفروض ان هم اولس ايكوال. لو طبعا في البي دي والليفت رايت شانت ممكن يكون الايورتا سيجنفكت هاي والتمار دي بصور البالون في حاله دي هو اللي ريفلكت سيستمك البي اس مش الايورتا لان هو البي اي شانتين وشانتين ديستل تو ذا ميجرمنت بيستخدم في الكومبل اللي بيطلع والسيستمك البي دي في نفس الوقت ده اللي هو ريفلكت البي دي شانت. فده يبقى الليفت منك الاول بتاعي كبير لكن الرايت منك هيكون صغير بقسمه على بعض واطلع كل مكان الفرق كبير المفروض ان هو 1 و 2 و 1 لا هو ايفن 2 از هاي يعني بين 0.8 و 1.5 2 means انه دبل يعني هبدا يعني هبدا اربط دبل وهو مش طبعا الفرق الوحيد هو انت بتحس حاجات كتير يعني هو حاجه عادي يعني ما اعتمدش بس عليه في الدفاتر. فخلينا نشوف حاجه مثال ثاني للشركه بتاعت الفيوجن دلوقتي لسه معاك احنا المشكلة ان انا عندي بعد ساعتين ربع ساعة ساعتين اتحرك المفروض اروح يساعدني ممكن اكون مش عارف اعمل حاجه تاني. فده بين كارد ديفيوجن هو قد ايه المستشفى الجوي من هنا قد ايه وقت؟ الجوي نص ساعة او دلوقتي وقت الزحمة الساعة 2 لا اكيد التجمع على 90 ساعه التجمع هو مش بصراحه في جو عين في جو تخصص. طب اسمه ايه حضرتك ممكن تسالني انا اعرفه لا دكتور رضا بسيوني ممكن الدكتوره رانيا تكون معاها رقم رقم دكتور رضا بسيوني لو انا معايا رقم صاحبي ممكن حد يتصل بيه انا لسه معايا رقم معايا رقم بس محتاج معايا تليفون هنا بحرك الجروب from the studio to the شايفين الساك في studio to more collection وهنا في دكتور بيحط يعمل كاستم for the cardiac disease تظل طلع تي بي ان دي معانا الصوره برضه معانا كان
يعني دي برضه هنشوفها ممكن في في كل سنه بس في حاجه يعني بيبقى مايجريشن من السنتر او حاجه بيك لاين. طيب بالمره هايبرتنشن بشوف زي ما انت شايف هنا الرايت سايد مره عليه في الليفت والليفت احيانا بيبقى سكويز مش اندر فيلنج بس سكويز من الرايت سايد ده بالمره هايبرتنشن. هنشوف كمان دور على ثانيه The right is very, 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 very
صحيح. هو فلوس طبعا طيب احيانا دي بيتا بلوكرز تو سلو ذا هارت اون يو سلو ذا هارت ويت از جيف مور تايم فور فيلينج. طيب افترض ان البلوك بريشر دروب سيجنيفيكانتلي اند يو نيد تو ستوب ميديكيشن. بعيدا عن الفيوت كمان ما ينفعش. طيب احنا نبعد عن بالظبط فازو ريسورس يعني نور الدينافين. هي الفكره ايه ان هو وذ لو فوليوم ذا كومنسيتيف ميكانيزم فروم ذا بودي تو فازو كونستريكت معنى البابرشر نزل ايفن ذا كومنسيتيف ميكانيزم از لوست. فنمشي مع الفسيولوجي يعني نساعد الفسيولوجي هو محتاج فازو كونستريكشن اديله فازو فور نور ابنفرين نوت اني فود ما عنديش حاجه فيها بيتا ستيمولنت ياخد الفا ستيمولنت ممكن طبعا يعني ممكن ياخد بلاك بس ما فيش مشكله المهم يكون حاجه ينفعني تشتغل بسرعه. فدي فكرة ده الفرق بين الهايبر فيلينج والهايبر. نروح تاني للبلمار هايبر تنشن تيجي كلي بلمار فازو دايت بس وي نيد تو كونفيرم ات باي هو داينامكس ستادي فون ستادي او ايكو ستادي لان ممكن يكون يعني اقول لكم واحده من الحاجات اللي ممكن تحصل هنا وين يو هاف سيستم بوشت ذات سيجنيفيكانت ده ممكن يكون توتال انوميلس مفيش فلو جاي على الليفت ايتريا كل الفلو على رايح على الرايت ايتريا. When you see this image that could be total anomalous. محتاج سؤال حتى التوتال انوميلس احيانا تبقى ضفقت على الكارديولوجيست اكسترا كارديولوجيست واحيانا يعني شفتها بعض الحالات احتاج ان انا اعمل سي تي انجل او ام ار اي. The personal long axis view بنفس الحكاية بشوف السيبتم والفري وول تاتشنج ايتش اذر اور نوت بشوف الفيلينج هنا دي ار تاتشنج سو يوز اندر فيلينج. طيب دكتور مش عندي سؤال هل حضراتكم حاجة اندكيشن هل تاخدوا فيها اللي هو سيمنتال اللي هو النيو انوتروب؟ يا في بعض الناس بتستخدمه بس ستيل اندر ريسيرش بس يعني اخر حاجه خالص اللي هو البولانتين اوكي بس كان وزن كان والحاجات اللي هي لونج اكتنج دي مشكله كتير في الجينات فبصراحه ما استخدمهوش مش موجود عندنا في ولا في اي في كندا استخدمه لكن في اوروبا بعض الاماكن اللي بتستخدمه لكن زنوت ريكومندد ما فيش سترونج ايفيدنس It was not labeled by FDA. Is FDA approved the gelatin? يعني ممكن يشتغل أو أحيانًا يستخدم medications off label. صحيح. لكن ال poison ten يستخدم في مواجهة hypertension أحيانًا بس very rare. خصوصا cycling. كان أنت مش موجود عندكم هاي الأشياء. لا مش عندنا ومش هيبقى عندنا. هو غاز. لا هي ودي هي إن شاء الله موجود. لا ليش مين عندنا عشان هو مش تعليم. مش عارف يعني هو بياخدوا منه حاجه يعملوا منه بس اكسبلوزيف. طب ايه المشكله؟ هو يعني هو في جلوكوز بيعمل معينه ودي كروس سيركت ايه اللي هيخليه يعني مستوى في العالم كله مش دعوه من السياسه. طيب شفت اكس فيو بشوف اهم حاجه بشوف الاكس فيو عشان الواحد يتغير بشوف السيستم سيستم راوندد مع الليفت فيدريكال معنى كده ان الليفت فيدريكال راوندد معنى كده ان الرايت فيدريكال بريشر از لور ذان الليفت فيدريكال ممكن نتكلم عليه يعني السيستم راوندد مع الليفت لما البريشر يزيد في الليفت فيدريكال الرايت فيدريكال بيلاقي الشكل ده بيلاقي السيستم فلات معنى كده ان الرايت فيدريكال بيبوش السيستم لما الرايت فيدريكال بريشر از فيري هاي ذن ذا بريشر بي ريفرس السيستم بي بوشت
and the left ventricle will be small. That's why we see the left ventricle في الشور chamber compressed. دي شيء. في الحالة دي يمكن الفلوز مش هيفيد بس محتاج ان انا اقلل الكومبريشن باي بار مدر فازو ده اللي هو سبيسيفيك كريتيريا فهم شايفين ان السبتم راوندد نايس لكن في مواهب التنشن سيجنفكت بوز ده اللي هو الكراشنج نيت بروتوكول زي ال ان ار بي بالظبط تشوف حاجه والرياكت عليه موجود في الارتكل او الارتكل موجوده فري اكسس فالبنك بتشوف ثلاث حاجات اساسيين consolidation ميموثوركس لو شفت مع الدكتور عاصم او فيوجن والهارت بتشوف فيه اربع حاجات محددين نبص عليهم الانتي هارت بور كونتراكتيليتي كارديك تامبونات او سيفير بلموناري هايبرتنشن لو سسبكت كونجنت الهارت ايميديتلي ارجنت كونسلت بيه كارديك ما فيش اي حاجه ثانيه ممكن ماكسيمم بورست بلاد ده الماكسيمم يعني مش هيدور لو سجلناه افنان مش كارثه الابدومينال لو اللي هو كارديولوجيست نوت اكسسبل هو يجي على طول الابدومينال الترا ساوند والكرين الترا ساوند هنا موقعهم في البروتوكول اللي هو تو لاوت ان هيمرج او لو في سسبكتد سكين في الابدومين السكين دي ممكن تكون فولفولاس ممكن تكون نيك فدي دي يمكن محتاجه تريننج اكتر شويه مش سهل لكن دي موجوده في البروتوكول تمام خلينا ايه نشوف الجروب الثانيه شكرا جزيلا.